السلام عليكم، معنا من جديد. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا الفيديو في اطار تحضير الحلويات ديال العيد. دائما عندنا كوكيز الامريكي، الوصفه الامريكيه الاصليه، وبشكل مبتكر شويه فيها، يعني هي ما كتكونش فيها لداخل النوتيلا، وحنا غادي نديرو فيها نوتيلا. كتجي هشيشه ورطبه وغزاله، كتذوب في الفم، كتذوب بمعنى الكلمه، وفي نفس الوقت فيها نوتيلا دايبه لداخل. انتوما كي كتشوفوا يعني حلوه يا الكوكيز، وصفه ناجحه، وما تراطيوهاش خصكم، ولا بد تجربوها وتردوا عليا الاخبار. ندوزوا للمقادير ومن بعد نوريكم الطريقه كيفاش صايبناها. اول مرحله في التحضير غادي نبداو بالنوتيلا. ناخذوا بالمعلقه الصغيره، ناخذوا واحد الكميه ونديروها تجمد، نديروها في عفوا فوق هذا الورق، هذا ورق الزبده ولا بابي سولفوريزي. غادي نديرو فوق منها بحال هذا الشكل وندخلوها للمجمد باش تجمد وتولي قاصحه. الشوكولا اللي كنديرو هنا هو سايح دايب، غادي نجمدوه باش نديرو في وسط الكوكيز، باش منين يتكال الكوكيز يكون فيه نوتيلا لداخل. بعد ما حطيناهم هكذا غادي نديروهم في المجمد في الكونجيلاتور باش يجمدوا في نوبه، نخليهم واحد 3 ساعات ولا حتى يجمدوا في نوبه عاد نكملوا التحضير. بالنسبه للمقادير ديال هاد الكوكيز كنحتاجوا السكر، عندنا كاس ديال العنبه، نعطيكم المقادير بالكاس وبالغرامات. اذا كاس ديال العنبه اللي هو فيه 150 غرام ديال السكر السميد الحبيبات. عندنا الدقيق النوع الممتاز ديال الحلويات، عندنا جوج كيسان ونص ديال العنبه، هاد جوج كيسان ونص فيهم بالضبط 263 غرام، هذا بالغرامات 263. عندنا الزبده 165 غرام، ها هي هذيك لابد تعبروها. عندنا شويه قرصه ملح باش كنخرجوا النكهات، وعندنا قطرات من الفانيلا، تقدروا ديروا السكر فانيلي. عندنا واحد المكون اللي كيزين هاد الكوكيز اللي هو نشا الذره ولا مايزينا، 11 غرام. وغادي ندير خميره الحلويات 12 غرام، يعني باكيه ونص. وعندنا كوكي الشوكولات عفوا، هاد الشوكولات ولا الشوكولا ديال الكوكيز انتما كتشوفوا اللي على شكل ديكون، يعني صغير ماشي الكبير، ماشي الفيرميسال ديال الكوكيز. غادي ندير 150 غرام. بالنسبه للبيض عندنا بيضه كامله مع صفر ديال البيضه، حيت هاد لاغوسيت كتجي فيها بيضه ونص، انا اختاريت تكون هاد النص ديال البيضه، تكون غير الصفر ديالها. So find a way to get lost.
احنا جمعنا العجينه خاصها تجي رطبه بحال هذا الشكل، و الا جاتكم شويه جرى من هذا الشيء على حسب الحجم ديال البيض ولا على حسب النوع ديال الدقيق. كاين الدقيق اللي كيشرب السوائل وكاين اللي ما كيشربش السوائل، عينكم ميزانكم داك الساعه اما كتزيدوا شويه ديال الدقيق واما كتزيدوا شويه ديال الزبده. الا جاتكم قاصحه كتزيدوا شويه ديال الزبده. انا جاتني هي هذيك، دابا غنزيدوا الكوكيز. لا عفوا كنقول له كوكيز الشوكولا، كل مره كنقول له كوكيز. حتى الاخر عاد كتزيدوا هاد الشوكولا باش ما كيذوبش في السوائل، كيبقى صحيح بحال هكذا في وسط الدقيق، كيجي المنظر ديالو زوين. واخا هكذا كان شويه جاريه عندي الدقيق شويه، هاد العجينه شويه جاريه، غنزيد فيها واحد المعلقه ديال الدقيق، غنزيد غير شويه بحال ما معلقه كبيره غازي ماشي عامره، غير باش ما يبقاش رخو بزاف، وخصو يجي رخو غير ما يكونش رخو بزاف. كما تشوفوا لا تيكستور يعني القوام ديالها كي داير. ما تعرفوها ما والو، غير كتخلطوا صافي. هذه هي الاخوه بحال هذا الشكل. يلا دابا فات الاثناء رحنا درنا الفران كيسخن، مسخنينو على 180 درجه، دايره من الفوق ومن التحت فونتيلاسيون يعني الفرفاره. اللي عنده الفران ديال الغاز يدير عافيه متوسطه من الفوق ومن التحت. ونمشيو نجيبو الشوكولا اللي عندنا في الكونجيلاتور جمدناها اللي هي نوتيلا، ونطلقوا. دابا حنا جبنا الشوكولات نوتيلا ديالنا من الكونجيلاتور، ها هي جامده كما كتشوفوا. دابا غادي علاش درنا هاد الجمد، باش غادي نديرو عليها العجينه ما تكونش سايحه، وملي غادي تطيب في الفران هي غادي تسيح لداخل، وغتشوفوا في النتيجه النهائيه كيفاش غيكون شكلها جميل بزاف. يلا بقاو معنا غادي نديرو العجينه. ناخذوا هنا الحجم عندكم اختياري، تكبروا ولا تصغروا، انا غادي ندير متوسط تقريبا واحد 15 غرام ديال الدقيق، المهم الحجم اختياري. ونسدو عليها بالعجينه في وسط داك الشوكولات في الوسط، ونسدو عليه ونديرو كره اون بول، نكوروها بشكل دائري، ما نضغطوا عليها ما والو، نخليوها دائريه ونحطوها قبل كنديروا الدقيق عفوا الورق ديال الزبده بابيي سولفوريزي، كنديروه في واحد اللاطه ديال الفران وكنحطوا عليها الكرات ديالنا بحال هذا الشكل، نبعدوهم لان غيسيحوا. احنا كملنا، دابا جاونا جوج لاطات، وحده دخلتها للفران دايره 180 درجه، غادي نخليها ما بين 10 12 دقيقه، عندكم ميزانكم حسب نوعيه الفران. انا عندي الفران ديال الضو، غادي درتها في الوسط اللاطه، درتها في الوسط وشعل الفران من الفوق ومن التحت، كناكد عليكم غنخليها 10 دقائق ونبقى نراقبها. كانت مزيانه نخرجها، ما كانتش نزيدها شي جوج دقائق حيت فيه الزبده بزاف كيسيح، ما غاديش يحتاج بزاف ديال الوقت باش يطيب. وما ناخذوا لي 18 دقيقه الطياب ديالهم، درت في الفران في الوسط، ها هما دابا كتشوفوا مذهبين في الشكل ديالهم رائع. تخليهمش يتحمروا من التحت اكثر من الفوق ولا غير يوليو مذهبين. وكنتمنى ان الناس او العيالات وحتى الرجال يصايبوا لوليداتهم هذا النوع ديال الكوكيز، حسن هذوك اللي كيتباعوا
100 مره. علاش؟ لان ما فيهمش مواد الحافظه ومدايرينهم على يديكم وعارفين راسكم شنو درتوا فيهم، وخصوصا عاوتاني مع الحجر الصحي الى اخره. وبمناسبه العيد هو قرب، ما تنساوش ديروا لوليداتكم هاد كوكيز، جربوهم، تخليوا لي في التعاليق الا درتوهم كيفاش جاوكم، راه رائعين. الا درتوهم تعتمدوا عليهم دائما. شكرا على تتبعكم وبسلامه عليكم. على فيديو بروشين ان شاء الله، نخليكم مع النتيجه النهائيه من بعد هذا اللقطه.